يقول شروط الإقامة في بلاد غير المسلمين. الأصل عدم جواز إقامة المسلم في بلاد الكفر، وقد وردت الأدلة بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وكذلك في حديث جرير بن عبد الله قال: أبايعك على أن تعبد الله، قال: وتفارق المشركين. لكن إذا كان واحد لا يستطيع البقاء في بلاد المسلمين، أو لم يجد مكانا في بلاد المسلمين، أو اضطر إلى الذهاب إلى بلاد غير المسلمين، حصل هذا لبعض المسلمين من العراق وسوريا، حصلت، إذن أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. 2، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. 3، الحاجة. وأن تتمكن من إظهار دينك وممارسة شعائر العبادات، وأن تكون المصلحة راجحة. ولو قال: أنا أستطيع أن أقيم هناك من شعائر الدين ما لا أستطيع أن أقيمه في بلد المسلم الذي يمكنني الوصول إليه، خلاص، ما هو المطلوب؟ إقامة الدين، إقامة الدين، إظهار شعائر الإسلام، إقامة الدين.